هنروح لفقرتنا الاجتماعية. أكيد سلمى مكملين باليوم بفقرتنا الاجتماعية. هنحكي عن موضوع كتير مهم. هلأ كتير مننا بمجال عملهم بيكون في أشخاص كتير حواليهم بشغلنا، حتى بحياتنا الاجتماعية بعيلتنا الصغيرة، إن كان بحارتنا بين أهلنا. هدول الأشخاص العدد الكتير مو بالضرورة يكون أنه أنا حدا إيجابي بالحياة، حدا اجتماعي، بالعكس يمكن تكون نظرة سلبية. يعني صحيح. كتير نحن لازم نتلافى قصص بحياتنا كرمال نكسب الشخص اللي عم نشتغل معه أو الشخص اللي بحياتنا الاجتماعية. وكمان احنا كتير مهم نتدرب ويكون عنا مهارات مكتسبة، وكتير مهم تكون بالفطرة، عفوا هي ما أنا بالفطرة القصة تدريب. فكتير مهم اليوم العيلة تأسس صح، تأسس هذا الطفل صح كرمال بس يكبر ويصير شاب يقدر يدخل المجتمع وينخرط مع الناس، ما يقع بهدول الصدمات اللي ممكن تاخده لزاوية تانية من الحياة. مزبوط. أمور كتير رح نتعرف عليها ضمن مساحتنا الاجتماعية أكيد مع مايا عبد الحميد، حضرتك أخصائية اجتماعية. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لسوريا، صباح الخير لقائد سوريا وللجيش العربي السوري. أهلا وسهلا. صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني موضوع اليوم موضوع كتير مهم، كل الناس بتتمنى تكون تحمل صفة أو اسم الشخصية الاجتماعية. خلينا نبلش مع العالم ونعرف أكثر ما هي الشخصية الاجتماعية. هلأ طبعاً الشخص الاجتماعي هو شخص محبوب جداً بين الناس، روحه مريحة وهذا الشيء اللي بحبب كل الناس فيه. دائماً بنشوف الابتسامة مرسومة على وجهه، شخصيته قوية، علاقاته كتيرة مع الناس، وعلاقاته طيبة كمان جداً، وهذا الشيء اللي بيخليه محبوب، الابتسامة، التفاؤل، التواضع. هو شخص مستمع جيد للآخرين ومتحدث، لما بيحكي بكلمات وعبارات مرينة ما بتأذي الشخص المقابله. العبارات انه ما بتأذي بس، صحيح. ولكن يعني حكينا صفات حلوة، دائما الشخص وقت بيمتلك هاي الصفات يعني كمان هي قصة تبادلية بالنهاية. يعني صحيح. انا حدا مرح معك، حدا نيتي خير، حدا بحبك، ولكن انا ماني ضامنة انت شو مشاعرك تجاهي. يعني فكتير ضروري موضوع الحذر به حتى بالعلاقات الاجتماعية. اليوم نحن كيف قادرين نبني هاي الشخصية؟ يعني شو الأسس المهارات؟ هلا مثل ما قلنا الشخص الاجتماعي هو شخص بيحب انه يكون بين الناس، ينخرط مع الناس، بيحب الحديث معهم. طبعا هي ما الصفه الوحيده اللي موجوده ضمن او عند الشخص الاجتماعي، فعندهم كثير الاشخاص الاجتماعيين عندهم مهارات بيمتلكوها وبيتعاملوا فيها مع الناس، وهي اهم حب الكلام. فمثلا كثير بنقابل ناس بحياتنا عندهم بيحبوا انهم يكسروا الجليد من خلال اللقاءات، بحب يبادر انه يتعرف عليك، انه يلقي التحيه بالاماكن العامه، بالباص، بالاسواق مثلا. يعني هن قادرين انهم يفتحوا حديث مع اي شخص كان وحول اي موضوع، مثل ما بيحبوا كمان يبداوا علاقات جديده مع اشخاص جداد. كمان هن بحسوا بالنشاط لما بيكونوا موجودين بين الناس، وهذا الشيء طبعا عكس الاشخاص الانطوائيين يلي هنن بيستمتعوا انه يكونوا موجودين بمفردهم. فمثلا اذا كان شخص اجتماعي، اذا خيرته انه انت بتقضي العطله بالمنزل او مثلا بمناسبه اجتماعيه، هو حتما راح يختار انه يكون موجود بين الناس. كمان الاشخاص الاجتماعيين بيشعروا بالراحه لما بيشاركوا همومهم ومشاكلهم مع الناس، حتى لو كانت مشاكل عاطفيه او مشاكل عمليه. كمان من المهارات يلي بيمتلكوها حب التعرف على الأشخاص الجداد، بيطوروا مهاراتهم من خلال تجاربهم الجديدة، من خلال تعرفهم الكثير على أشخاص جديد، بيكتسبوا منهم معلومات أكثر، وهذا الشيء بيعطيهم مهارات جديدة. أكيد. أستاذة مايا، خلينا نحكي شوي عن مدى خبرتك بهذا الموضوع، وأكيد أنت بتلتقي بمختلف الأعمار. اليوم لما بدنا نقول بدنا نبني شخصية اجتماعية، من أنت مثلاً تقدر الأم أنه هي تبلش مع أبنائها لتزرع فيهم هي الشخصية وتخليهم تمكنهم من هذا الموضوع؟ هل في دور مشترك ممكن تلعبه الأم مع المدرسة ببناء شخصية طفل اجتماعي، ولا لا هذا الإنسان بعد ما يكبر وبسن معين ممكن يقدر يبني هالشخصية؟ شو رأي حضرتك؟
هلا طبعا الذكاء الاجتماعي او الشخصيه الاجتماعيه هو شيء مكتسب وليس فطري مثل ما حكيت تفضلت وحكيت. لهيك الام المفروض انها تفعل هي مهارات الذكاء الاجتماعي عند الاطفال. بعلم الاطفال كيف يكسروا الجليد، كيف يتعرفوا على الاقران والاطفال، كيف يتعاملوا بلطف بلباقه مع الاخرين. طبعا بناء الشخصيه الاجتماعيه لازم بيحتاج لثقافه، بيحتاج الى لباقه، الى لطف في التعامل، كمان بيحتاج انه الناس بيحبوا الشخص اللي بيساعدهم اللي بيبادر للمساعده. فالشخص الاجتماعي هو شخص بيحب يساعد الاخرين، كمان الناس بيحبوا الشخص المتفائل، التفاؤل يكون ضمن حدود المعقول، يعني ما يروح الى الخيال، شيء الخيال. كمان لحتى نبني شخصية اجتماعية لازم نكون عندنا مثل ما قلنا مرنين أكثر بالتعامل مع الآخرين. هلأ هي إيجابيات وسلبيات القصة، أحياناً بتكون خياراتنا خاطئة فمنوقع بصدمات بحياتنا. هذا الطفل اللي اليوم عم تحكي سلمى أنه المفروض يكون في تدريب، كمان في تدريب أنه ماما بدها تنتبه، يعني مو كل الناس، يعني كل الناس خير بركة أكيد، بس ولكن مو كل الناس نفس نيتك حتكون، حيكبر حيكون عنده هاي الفكرة. اليوم أنا كيف فيني أفصل ابني أنه أنا ما بدي خوفه بس مجرد موضوع حذر يكون عنده بالحياة؟ يعني هلا صحيح مثل ما قلتي، مو كل الناس سواسية، مو كل الناس مثل بعض، في عنا المنيح في عنا النية سيئة تجاه الآخرين. فأنا بزرع عند ابني أنه خليك حذر ماما، أنت لما بتتعامل مع الناس مثلا الكبار حسب شو كيف بيحكوا معك، ونعرف يعني كل إنسان له طريقة بالتعامل مع الآخرين. طيب خلينا نحكي اليوم، في كتير أشخاص ممكن يعطونا من الخارج صورة ولكن هن من الداخل صورة أخرى تانية، هذا الشيء ممكن كلياتنا ننخدع فيه بالبداية. خلينا نعرف كيف ممكن هذا الشخص الاجتماعي ما ينخدع بالمظاهر، ما ينصدم، لأنه كمان الأشخاص معرضين أحياناً للصدمات فبتتغير طباعهم وحتى مهاراتهم المكتسبة. دائماً إحنا بنقول الإنسان اللي عنده خبرة غير الإنسان اللي ما عنده خبرة بالحياة، سلمى، خصوصاً بهذا الوقت. يعني طبعاً نحن بوقت حروب والحروب تكتر فيها المشاكل النفسية، حتى طباع الناس تغيرت، طباع الناس تغيرت، القساوة ممكن نقول زادت عند البعض. صحيح. الخوف، الحذر، صفات كتير صارت تكون واضحة أكثر عند الناس. خلينا نحكي شوي فيها هذا الموضوع. هلا أكيد أي شخص رح يوقع بمشاكل لما رح يتعامل مع الآخرين، مثل ما قلنا الشخص الاجتماعي بيكتسب اجتماعيته من خلال مهارات بيكتسبها من خلال تعامله مع الآخرين، ومن خلال تعامله رح يعرف معادن الناس، رح يعرف طينة الناس كيف بيتعاملوا معه، ومثل ما قلنا في مشاكل كتير رح يوقع فيها خلال هاي التعامل معه. تمام. مايا هيك بنصائح أخيرة، وكتير مهم اليوم نعزز موضوع الثقة، كتير ثقة الإنسان بنفسه ممكن تشيله من مشاكل كتير بحياته. ما بدنا نقول الطناش، لا، وقت أنا بكون عندي ثقة بحالي غير أنا أنه أنا مطنشي هذا الموضوع. كتير موضوع الثقة مهم عند الأطفال، ندرب عليه بشكل صح يعني، فحنضمن له أكيد مستقبل وعلاقات اجتماعية مهمة. نصائح سريعة من حضرتك إذا سمحتي. هلأ أهم شيء للشخصية الاجتماعية التخطيط الجيد، السلوك هو مرآة لشخصية الإنسان، كمان التخطيط هو بيبعد الإنسان عن الاختيارات العشوائية بحياته، ومثل ما قلنا التدريب على مهارات وتكوين الشخصية الاجتماعية هو الأهم عند الأطفال. أكيد. بدي أتشكرك لتواجدك اليوم وللمعلومات الحلوة، وإن شاء الله هيك بنقدر نطبقها على الأرض ونكون أشخاص إيجابيين واجتماعيين بحياتنا، إن كان عملية وإن كان بين أهلنا وأصدقائنا. أكيد أكيد رشا، بدنا نشكر وجودك. مثل ما قلنا في صفات بتكون موجودة بالأشخاص وفي مهارة مكتسبة بالعموم وبالحياة، بدنا نتعلم، بدنا نوقع مرة ونرجع نوقف مرة تانية لحتى نتعلم ونكتسب خبرة. صحيح. ما في شيء بيجي مجاني. أكيد. أساسا شكرا كثير لك. يعطيكم العافية. شكرا لكم.